الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم في ثاني حلقات باب جنة، تاني إطلالة لينا، واللي بيها بنستعد لأهم الأعمال الخيرية تمهيدا لعيد الأضحى المبارك. زي ما وضحنا لحضراتكم، مشوار الخير مازال مستمر، بنقدر من خلاله نستعد ونسعد أهالينا في كل مكان بكل خير وبجبر خاطرهم خلال أيام. هذه الأيام عند الله سبحانه وتعالى أفضل أيام الله. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تحدث عن العشر الأوائل من ذي الحجة وقال هي أفضل أيام الدنيا. ودايما جبر الخاطر بيكون خلق إسلامي عظيم، بيدل على سمو نفس وطيبة قلب وسلامة صدر ورجاحة عقل. في الحقيقة الخير اللي الإنسان بيقدمه في حياته بيكون الخير ده مريح ليه، وكمان الخير ده بيكون طويل الأمد، لأنه ما يزرعه الإنسان في الدنيا يحصده عند الله يوم القيامة. الخير ده مش حاجة كده بتخلص في يوم وليلة، الموضوع بيكون ليه حسابات تانية. بنقدر نحسن من أوضاعنا ومن أعمالنا ومن حسناتنا، كل ده بتحقق فيه درجات وأعمال السنة كلها اللي بتعرض على الله سبحانه وتعالى. وده اللي بيفتح لنا باب من أبواب الجنة، وهو ده المقصد من الربح اللي بيعود لينا بعد كده، لأن الإنسان مقدم من أعمال، هذه الأعمال لن تضيع عند الله سبحانه وتعالى، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. الأيام المفترجة اللي بنعيشها الآن، واللي أيضا بتفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، لا تقل أهمية عن الأيام الماضية من شهر رمضان، شهر الخير والبركة. هذه أيام فيها خير وفيها بركة، فيها بيكون واسع الخير وفتحات أبواب الخير، بنكون حابين نعمله ونشوفه ونحس ونشعر بآلام كل محتاج. والعطاء ده امتحان، الإنسان في هذه الدنيا يعيش في اختبار عظيم، ينجح فيه من يتقي الله سبحانه وتعالى، من يقدم الخير لكل إنسان يحتاج إلى هذا الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم بحديث فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، أخذها الله بيمينه فيربيها لصاحبها حتى تصير مثل الجبل. تخيل أيها المؤمن، تخيل أيها الموحد، أيتها الموحدة بالله، صدقة، لقمة واحدة، طعام يضعه الإنسان في فم محتاج، يأتي يوم القيامة هذا المطعم، هذا الذي تصدق بالقليل، لا أقول بالكثير، يأتي يوم القيامة فيجد جبل من الحسنات، فيسأل: يا رب ما فعلت هذا؟ فيجاب عليه بأن الصدقة واللقمة التي أطعمتها المحتاج، هذه الصدقة وهذه اللقمة، هذه اللقمة صارت رباها الله لك، أي باركها الله لك، نماها الله لك، حتى صارت مثل جبل أحد. ده اللي احنا محتاجينه من أعمال الخير اللي بنقدمها. مؤسسة باب جنة فتحت أبواب الخير بكل أنواع الخير، من صدقات ومن إطعام ومن كراتين الخير. لا نريد أن نتوقف، لا نريد أن نتوقف. نجحنا في شهر رمضان في 100,000 كرتونة وصلت إلى 100,000 إنسان محتاج. هؤلاء المحتاجون لا يشعرون بلذات وسعادة الدنيا، لأنهم عندهم أنهم محرومون من هذه السعادة، لأنهم في احتياج. حينما تخفف عنهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله. عايزين نفكر في كلمة أحب، كلمة عظيمة. حينما تتقرب إلى الله بأحب عمل إليه، ما هو العمل؟ أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم بسك أضحية،
بكرتونة خير، بوقف نخيل يجي الانتاج ده يروح للفقراء والمساكين، بوقف نخيل، بحفر بير انك انت تدخل عليه السعادة بشربة مية. كل ده مؤسسة باب جنة فتحت كل انواع وابواب الخير حتى تصل لباب من ابواب الجنة. واحنا في هذه الايام المباركة نكون في استقبال ايام وافضل ايام الله، فيها عيد الأضحى المبارك، فتحت باب جنة باب الخير ده، ونكمل مشوارنا لتقديم أجمل أنواع العبادات وأعظمها أثرا للنفوس. هذه الأعمال التي تجبر القلوب وتخفف من آلام أجسام أرهقت. سيدنا الإمام سفيان الثوري يقول كلمة عظيمة جدا: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم. شايفين لأي مدى الكلام ده ليه أبعاد جميلة وعظيمة. كلمة الجبر في حد ذاتها مأخوذة من أسماء الله، فالله سبحانه وتعالى هو الجبار، اسم من أسماء الله الحسنى، هو الجبار سبحانه وتعالى الذي يجبر الفقر بالغنى والمرض بالصحة والخيبة والفشل بالتوفيق والأمل والخوف والحزن بالأمن والإطمئنان. مؤسسة باب جنة بتتبنى أوجه مختلفة للخير، بتقدر تسد احتياج أكبر عدد من الأسر الفقيرة، وبفضل الله ثم بفضل مساعدتكم قدرنا ننجح في مبادراتنا المختلفة مثل كراتين الخير، إفطار الصائمين في رمضان، وقف النخيل وتجهيز الأبار، تجهيز العرائس واليتيمات، بالإضافة إلى مشاريع كتيرة جدا منها مشاريع التنمية. ده كله مع مؤسسة باب جنة. ناخد فاصل ونرجع لحضراتكم، ابقوا معنا. رجعنا لحضراتكم تاني، وكنا قبل الفاصل بنكلم حضراتكم على أوجه الخير وفروع الخير اللي تتبناها مؤسسة باب جنة. اتكلمنا مع حضراتكم عن كراتين الخير وعن نجاح المبادرة بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل دعمكم في ثقة كبيرة جدا بيننا وبينكم. 100,000 كرتونة وصلت ل100,000 محتاج. طبعا احنا عملنا نجاح كبير في رمضان بفضل الله عز وجل ثم بدعم اهل الخير، ولكن المبادرة ان احنا نستمر. احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. وكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديمة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا عمل عملا اثبت العمل، يعني مش هنتوقف، لان مواسم الطاعات عندنا في الاسلام كبيره جدا. يعني مش يعني الناس مفكره ان الخير بس في رمضان، لا، الخير طول العام وكل وقت، ومواسم الطاعات لا تنقطع. والنبي قال ان لكم في ايام دهركم لنفحات الا فتعرضوا لها. نتعرض في هذه الايام المباركه لنفحات الاشهر الحرم والعشر الاوائل من ذي الحجه التي اقسم الله بها سبحانه وتعالى وقال: والفجر وليال عشر ويوم النحر والأضاحي. ولكن يعني مشروع ومبادرة الكراتين الخير لا تتوقف، عايزين الدعم المستمر. أرقام المؤسسة على الشاشة، اللي عايز يتبرع بعشر كراتين، عايز يتبرع بكرتونة، اللي عايز يتبرع يعني بأكثر بأقل، يتواصل إن شاء الله مع مؤسسة باب جنة، لأن مشروع كراتين الخير لا يتوقف. عندنا كمان نجحنا بفضل الله ثم بدعمكم في حفر الأبار لأهالينا اللي عندهم مشكلة في موضوع المية. عايزين نستمر، عايزين نستمر كمان في وقف الخيري، وقف النخيل والزيتون. عايزين كمان كان عندنا إفطار الصائم في رمضان، عايزين نستمر في الدعم بالصدقات وكمان تجهيز العرائس واليتيمات وكفالة الأيتام. كل هذا إن شاء الله مستمرين فيه. كمان عايزين نستمر معاكم وبيكم ونستعد لعيد الأضحى المبارك، عيد اللحمة. كل عام وانتم طيبين.
وده بيكون أنسب وقت ليهم، لأن الأمر فعلا بيكون مؤلم وصعب إنهم في وقتنا الحالي فاقدين لعناصر الغذاء المتكامل. هم لما يوصل لهم هذا الطعام هم بيستنوه من السنة للسنة، ودي من الأكلات الرئيسية اللي كلنا بناكلها يعني تزامنا مع عيد الأضحى المبارك. فزي ما هم إن شاء الله يعني يحتاجوا إلى هذا الأمر، أنت كمان محتاج. ليه؟ لأن المتصدق أحوج إلى الصدقة من الذي تعطيه الصدقة، لأنك أنت زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. الحسنات دي أنت هتلاقيها. إطعام الطعام ده من أعلى مراتب الدين، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما نزل المدينة، قال: يا أيها الناس، ينادي المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، المكافأة تدخل الجنة بسلام. فمكافأة كبيرة أن تدخل الجنة دون حساب ولا سابقة عذاب بسبب عمل كنت تخفف به آلام الناس، تخفف على كل محتاج، أنك تخفف عليه ولو بلقمة، لقمة واحدة يضعها الإنسان في فم فقير تأتي يوم القيامة فتجدها مثل جبل أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى كثيرا في أحاديث كثيرة جدا بإطعام الطعام: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. حتى الأسير، حتى أسير الحرب لا تحرم حينما تتصدق عليه، فما بالك بأخوك المسلم. إنما المؤمنون إخوة. إحساس الإنسان بشعور الآخرين خلق نبوي كريم، لابد لنا جميعا أن نقتدي بهذا الخلق. معنا في هذه الأيام المباركة صق الأضاحي، عايزين نسارع نوفر لحوم الأضاحي لكل محتاج. يلا بينا نسارع إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض، في انتظار اتصالاتكم على أرقام المؤسسة للمشاركة في صكوك الأضاحي. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. إطعام الطعام من العبادات المقربة إلى الله. أذكر قصة حدثت حديثا، يعني رجل كان غنيا وكان عنده مرض خطير جدا. المرض ده يعني الأطباء قالوا أنه لا يرجى برؤه، يعني مرض ممكن يموت فيه، قالوا أنه سرطان. المرض ده مرض شديد جدا، كان مستني أن هو يعمل تحاليل أو أن هو هيسافر برا يعمل عملية عشان خاطر هذا المرض. المهم شاف هو يجلس مع صديقه امرأة فقيرة بتاكل من العظم اللي بيرميه الجزار، فيعني رأف لحالها، جاء للجزار وعمل لها كل أسبوع تاخد 2 كيلو ودفع للجزار فلوس ده. المهم عمل التحاليل وراح للدكتور بعد فترة، فالدكتور قال له: لا، التحاليل دي مش بتاعتك، احنا التحاليل دي بتقول انك انت ما عندكش اي شيء، انت المرض مش موجود، انت عملت ايه في مصر؟ ايه اللي انت عملته؟ قال له: والله ما فعلت شيئا الا انني تاجرت مع الله. التجارة مع الله رابحة، تجارة لن تبور، لن تخسر، عليكم بالتجارة مع الله سبحانه وتعالى. وخلاص موعد الحلقة انتهى، ندعو الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة لعلها تكون ساعة إجابة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الملأ الأعلى وفي عليين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت. اللهم سد دين المدينين، وفك كرب المكروبين. يا رب العالمين اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.